السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على موضوع اليوم، حبيت نرجع على الفوز المهم اللي شبيبة الثورة الممثل الجزائري وممثل منطقة الجنوب الكبير، فوز مهم لكن القادم أصعب. مقابلة مصيرية، مقابلة أنا بالنسبة لي العمر، مقابلة تاريخية، مقابلة النهائي قبل الأوان، هي مقابلة الأهلي المصري. فارق النقاط ليس ببعيد، مقابلة الأهلي المصري مقابلة حياة وموت، مصير الفريق يلعب في القاهرة. يكفي تعادل وفقط، التعادل يؤهل شبيبة الثورة، غير التعادل الخسارة لا قدر الله يعني الإقصاء المبكر. نتمناو التوفيق لممثل الجنوب وممثل الجزائر شبيبة الثورة. كذلك أيضا لا أنسى أن أوجه رسالة قصيرة للإخوة المصريين الذين كتبوا لي في التعليقات وشتموني وشتموا حتى الجزائر. بعض هذا مجرد بعض لا يمثل الشعب المصري. ردي كان واضح، أنا لم أتكلم أنا الآن أتكلم بالعربية الفصحى لكي يفهمني المصريون. أنا لما تكلمت على صلاح تكلمت لما رأيت أن مستواه في انخفاض، وهذا الشيء أمر واضح للعيان. لما قلت أن صلاح في تراجع، هذه أرقام وإحصائيات تتكلم عن تراجع صلاح. صلاح ليس لاعب فاشل أو ضعيف، أنا قلت صلاح من اللاعبين الممتازين في العالم، لكن لا أصنف صلاح كثالث أحسن لاعب في العالم بعد ميسي ورونالدو. هناك أحسن من صلاح في هذه المرتبة، هناك نيمار، هناك هازار الذي تحصل على الدوري الإنجليزي ومستويات ثابتة في المنتخب الوطني البلجيكي والمرتبة الثالثة أو الرابعة الثالثة في كأس العالم. يعني هازار كألقاب وكمستوى أفضل من صلاح، نيمار كذلك. إذن كلامي واضح، أنا ضد أنه يعني مرتبة الثالثة لصلاح، ليس كرها في صلاح، لكن يوجد ما أحسن من صلاح. هذه نقطة مفهومة، أنا لست ضد صلاح. صلاح لم يحقق الدوري الإنجليزي، هازار حقق الدوري الإنجليزي، نيمار مع برشلونة حقق الدوري الإسباني. كلامي واضح، ولم أعمل أيضا مقارنة بمحرز. كلامي أيضا واضح، رغم أن محرز لاعب في نادي ضعيف، نادي صغير اسمه ليستر سيتي، وتحصل على الدوري الإنجليزي. إذن هذه مجرد رسالة قصيرة للإخوة المصريين، نحن لسنا ضد صلاح، صلاح من اللاعبين الكبار في العالم ولا أحد ينكر هذا الشيء. أيضا لكي نكون منصفين، فلا ننسى اللاعب السنغالي، اللاعب المسلم ماني من أخطر المهاجمين في الدوري الإنجليزي. ماني لاعب متألق، ماني أهداف، سرعة، كرات حاسمة. أيضا لا ننسى اللاعب ماني، لما تكلمنا على صلاح أيضا لا ننسى أن ماني في تألق. صلاح انخفض مستواه في الآونة الأخيرة، لكن ماني مستواه ثابت. إذن من أعطى هذه للتاريخ لكي لا ينسى الأشقاء المصريين، من أعطى جائزة أحسن لاعب إفريقي لصلاح وماني في المرتبة الثانية فعليه مراجعة حساباته. هذه للتاريخ لكي لا نظلم أي إنسان ولا أي شخص. ماني لاعب شرف كل المسلمين، لاعب متألق وشرف القارة السمراء، كي نعطي كل ذي حق حقه. هذه مجرد رسالة أعيد وأكررها للأشقاء المصريين. صلاح لاعب ممتاز، أيضا لا ننسى ماني لاعب ممتاز.
نرجع اخوتي لموضوعنا. موضوعنا كالعادة محرز في تألق. محرز بدأ يرجع إلى المستوى المطلوب ولا المستوى المقبول، رغم أن محرز بدايته كانت نوعا ما صعبة، بعدها بدأ يتأقلم، بعدها تم إيقافه من قبل المدير الفني ولا من قبل غوارديولا لأسباب مجهولة. بدأ محرز في الرجوع، بدأ يرجع محرز اللي يحبوه احنا ونشوفوه، محرز نتاع الكافيار، محرز الباس ديسيزيف. بالبارح محرز أبدع، شوط أول صح تعادل 0-0 مع نادي ليس بالسهل، نادي واتفورد محتل المرتبة الثامنة يطبق كرة حديثة. أرجعوا للأرقام وشوفوا واتفورد، واتفورد يطبق كرة حديثة، مدرب إسباني غارسيا. إذن خوتي محرز الشوط الأول لي باس ديسيزيف الكافيار، يطعم سيلفا، يعطي برناردو سيلفا، يعني بكل بساطة لعب بسيط وواضح. غوندوغان يعطي غوندوغان، يعني بطريقة سلسة. الشوط الثاني رغم أنه الشوط الأول هذه للأمانة باش الناس ما تقوليش راك انت تكره غوارديولا وغوارديولا كيفاه وكيفاه، سابقا محرز لما يكون اوت في شوط واحد يتم استبداله في بداية الشوط الثاني، والله ممكن ما يلعبش اصلا الشوط الثاني. البارح رحيم ستيرلينغ ما قلتش انا، الناس اللي شافت المقابلة معلقين الفرنسيين والانجليزيين والعرب قالوا باللي رحيم ستيرلينغ الشوط الاول اوت، لكن لم يتم استبداله، يعني غوارديولا جدد الثقة في رحيم ستيرلينغ وما حبش يكسر معنويات رحيم ستيرلينغ، هو حر. لكن لماذا محرز لما لعب مقابلة كبيرة في ملعب الإمارات، في ملعب الإمارات في أرسنال ضد أرسنال، الشوط الأول تم استبداله، نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني تم استبداله رغم أنه دار مقابلة كبيرة. مقابلة ايضا اللي سبقت مقابله لعبوها ضد الله على ويست هام، ايضا لعب شوط مقبول، مش شوط سيء لدرجه انه سيء، مقبول. لم يتفاهم مع هازار مع دي بروين، تم استبداله. اول من ضحى به ضحى محرز. البارح ستيرلينغ على طول الخط للشوط الاول اوت، لكن لم يتم استبداله. هذه الأمانة باش الناس برك ما تزيدش تقول باللي غوارديولا ومش عنصري وغوارديولا وتتكره. أنا لم أقول عنصري أو ليس عنصري، تاريخ وماضيه ضد اللاعبين الأفارقة هو من يتكلم عليه، أنا مانيش جبت حاجة جديدة ولا حاجة اخترعتها، جبتش حاجة من عندي، ما جبتش حاجة من عندي. غوارديولا عنده سوابق مع اللاعبين الأفارقة. محرز ليس ألماني أو إسباني أو إيطالي، محرز لاعب جزائري إفريقي، كلام واضح. ايضا الشوط الثاني ايضا كرة الهدف الثاني اعطاها لستيرلينغ، رغم انه هدف اول لستيرلينغ كان تسلل، يعني شافوا العام والخاص يعرف باللي هدف تسلل، رغم انه المدافع هو اللي خرج الكرة. الشوط الثاني نفس الشيء، مستويات الكافيار لبرناردو سيلفا، الاسيست لستيرلينغ، يعني محرز لو يعطوا له الفرصة الكاملة نرى محرز تاع ليستر سيتي الحقيقي اللي ابهر العالم كامل، خلى العالم كامل يتكلم عليه. مجرد اعطاء فرصه، فقط اعطاء الفرصه الكامله مثله مثل اللاعبين الاخرين. لما تعطي الفرصه لستيرلينغ اعطي الفرصه لمحرز فقط وتشوفوا النتيجه، اعطي له مقابله وزوج ثلاثه وشوفوا النتيجه. احنا ما قلناش ستيرلينغ لاعب سيء ولا، لما يكون ستيرلينغ اوت يخرج، ولما يكون محرز اوت يخرج، هذا امر واضح. اذا خوتي محرز تحصل اللاعب الثاني احسن لاعب في المقابله بعد المستويات اللي قدمها، بعد الكافيار، بعد الاسيست، بعد المراوغات، بعد يعني محرز قيمه ثابته لا ينكر هذا الا من يكره محرز، هذه حقيقه واقعة. يعني اللي يكره محرز هذاك شيء اخر. اذا خوتي مزيد من التألق لرياض محرز في رابطة أبطال أوروبا مع ضد شارك، وفي الدوري الإنجليزي اللي الآن متصدر بفارق 4 نقاط قبل مقابلة ليفربول مع بيرلي. نتمنى كل التوفيق لكل المحترفين الجزائريين دون استثناء.
كما لا ننسى أيضا لاعبنا المتألق رياض محرز. في الأخير خوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.